بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة إن شاء الله هيكون مباراة الأهلي والاتحاد. قبل ما أروح لماتش النهاردة عايز أتكلم في حاجة بسيطة كده على السريع في مسلسل التحكيم اللي احنا بقالنا فترة بنتكلم فيه. مسلسل التحكيم بيلقي بظلاله على مباريات الدوري العام لجميع الأندية، بصراحة محتاج وقفة. التحكيم لما تكون الأخطاء تقريبا في اتجاه واحد، لا يبقى في حاجة غلط. أنا مش بقول مقصود ولا بقول إنها فيها تعمد، لكن أكيد في غلط. اتحاد الكرة لازم ياخد باله من الموضوع دوت ولازم يصلحه ويخلي الحكام في قمة تركيزهم، لأن مش منطقي أبدا مع وجود تقنية الفار كمان كل دي أخطاء. وبعدين حتى الأخطاء في اتجاهات معينة، مش أنا اللي بقول كده، حضراتكم شايفين على الطبيعة. وخلي بالكم ده مش مبرر، أنا ما بكلمش كمبرر. النادي الأهلي أكبر من إنه يتكلم على نتائجه عن طريق مبررات، لا، النادي الأهلي أكبر من كده. إحنا بنتكلم على واقع ملموس دلوقتي. حضرتك حكم الفار ده حاطط رجل على رجل وقاعد في غرفة مكيفة وقدامه كذا شاشة والكاميرات كلها قدامه، وبعد كده كمان إيه، اللعبة بتتعاد أكتر من مرة أكتر من مرة، وهو اللي يقول للحكم تعالى بص عليها، احنا شايفين في حاجة معينة، وهو اللي وبيتشاور مع الحكم في اللعبة. انما بقى لما بيبقى في ألعاب معينة واضحة جدا، واضحة جدا للنادي الأهلي، واضحة جدا على ضد المنافسين بتوعه، وتتعمل العكس، لا لازم يبقى في وقفة، لأن الأخطاء دي مش في صالح النادي الأهلي. الأخطاء دي ما بتخدمش النادي الأهلي. انت انا مش عايزك تخدمني يا سيدي، انا عايز حقي. يعني احنا المباراه اللي فاتت بما فيهم الاستوديو هنا انتقدنا اداء النادي الاهلي واداء لعيبه النادي الاهلي، بس خلي بالكم انا عايز اكلمكم على موضوع الانتقاد ده، عشان في موجه كده ماشيه ان احنا بنهد في لعيبتنا. لا احنا ما بنعملش كده. خلي بالكم لازم يكون النقد بتاعك بناء مش هدام. احنا ده اللي بنعمله. احنا معترفين ان احنا وحشين، بس انا عايز اقول لك حاجه بقى، وانا وحش برضو، مش واخد حقي. لو خدت حقي كنت كسبت. احنا معترفين ان احنا كنا وحشين، ولكن لو اديتني حقي كنت كسبت. ده مش مبرر. انما لو ترجع للماتش اللي فات، ذاكرت الماتش اللي فات، هتعرف ان كان في طرد، كان في 2 بينالتي على الاقل، واحده فيهم 100% بينالتي. طب ده يكفي ان احنا نكسب الماتش والكفه تبقى لصالحنا حتى واحنا وحشين. اقول لك على الماتشات الثانيه اللي ظلمنا فيها، عندك من اول الانتاج الحربي والبنك الاهلي، سوري البنك الاهلي، وبعد كده بيراميدز. فاكرين طبعا كلنا ماتش البنك الاهلي كره ايمن اشرف، وفاكرين بعد كده كره محمد شريف البينالتي في ماتش بيراميدز، والجول اللي اتلغى بتاع بواليا، يعني كل ده فاكرينه. وفاكرين الماتشات بتاعه المنافس، وفاكرين ضربات الجزاء بتاعه المنافس. لا والغريبه ان كل ده بالرغم من الاخطاء دي مش في صالحنا، الا ان المنافس طالع يشتكي عشان كانه بيبعد ايه الامور عنه، هو كده كده مستفيد، فبيحاول ايه يعكر الصفو باي طريقه. هو نظام ايه، عارفين النظام اللي هو خدوهم بالصوت، هو ده النظام. عموما بصوا، مش هنتكلم كتير في موضوع التحكيم لان احنا اتكلمنا فيه كتير، وفي ناس بتفتكر ان احنا بناخده كمبرر. لا مش مبرر، بس انا بقول لك حتى واحنا وحشين انا ما خدتش حقي. لو كنت خدت حقي كنت كسبت. نروح لماتش النهارده بقى. ماتش النهارده مع نادي الاتحاد فريق صعب جدا، ماتش صعب جدا، وفريق متميز الموسم ده، بيقدم كره كويسه قوي مع الكابتن حسام حسن. والكابتن حسام حسن عارفين حته الحماس اللي بيزرعها في اللعيبه بتاعته قبل المباريات، وقبل المباريات المهمه بالذات. والكابتن حسام بيلعب كره هجوميه طول المباراه، يعني في ناس بتاخد عليه ان هو لما بيبقى كسبان ما بيعرفش يحافظ على المكسب بتاعه لانه بيفضل فاتح الجيم، بس هو طريقته هجوميه بيحب يلعب كده طول الماتش. عنده ثغرات وعنده مشاكل في النواحي الدفاعيه، ولكن هو بيحب يلعب كده. اخر مباراه حتى شفناها قدام سموحه هو كسبان 2-0، ومع ذلك فتح الجيم وبيلعب 3 بس ورا وبيهاجم، وخسر نقطتين بالتعادل 2-2. هو كل ماتشاته كده. لو تفتكروا المباراه الاولانيه مع النادي الاهلي بداها برده بنفس الاسلوب، جه في جول فضل يلعب بنفس الاسلوب، جه الثاني بيلعب بنفس الاسلوب. هو النهارده بقى جاي
يلاعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيمر بظروف صعبه، حته الاصابات، حته الماتشات اللي كل يومين، حته التعادل مع الجونه، وبعدين مباراه الخساره قدام غزل المحله. فايه الموضوع جاي في توقيت صعب قوي. هو بقى كمان بيزرع الحماس جامد قوي في اللعيبه بتاعته، فالنهارده هتبقى من البدايه مباراه صعبه جدا جدا جدا، لكن احنا عندنا ثقه في اللعيبه الموجوده. ان شاء الله النهارده ان شاء الله الاهلي يعود لانتصاراته مره اخرى، الاهلي ان شاء الله تعود له الثقه لنفسه مره اخرى باذن الله النهارده. لان النهارده باذن الله هنشوف جزء من الغيابات، طبعا مش كل الغيابات، جزء من الغيابات زي بدر، زي ايمن اشرف، زي محمود كهربا، وكمان محمود متولي، ويمكن كمان في محمود وحيد. فايه يمكن الشويه دول ممكن يظبطوا الكفه شويه. هتقول لي اللعيبه في النادي الاهلي لازم تكون كلها زي بعض؟ ايوه طبعا، انا ما بقولش حاجه، البدايل بتكون قريبه او تكاد تكون قريبه من الاساسيين، ولكن لما تيجي برضه حضرتك تقيم الامور، انا لما تيجي تبص مثلا على خط الظهر، انت خط الظهر كله تقريبا كان مصاب، والبدايل بتاعته احنا بنثق فيها، ولكن حتى البدايل كان بقى لها فتره جدا، فتره كبيره جدا مصابه. يعني سعد سمير بقى له فتره كبيره جدا مصاب، وحتى لما رجع لعب ماتشين كويسين وبعدين اتصاب تاني. رامي ربيعه بقى له فتره كبيره جدا كان مصاب، ولما رجع ماتش في التاني ووقف على رجله، ولكن التوليفه نفسها بقى لها كتير ما لعبتش مع بعض. فلازم برضه مش عذر ولا مبرر، بس انا بقول لك واقع موجود ان حتى خط الظهر كله بالكامل متغير، وبقى لهم فتره ما لعبوش مع بعض، فهي بتاخد فتره حتى لما اللعيب يبتدي يخش في المستوى بتاعه. ماتش 2 3 4 تلاقيه دخل. خلاص. فباذن الله رب العالمين اللي انا طالبه، اللي انا طالبه الفتره ديت اولا من اللعيبه، احنا قلنا نصيحه الاستوديو اللي فات ان احنا عايزين روح النادي الاهلي، روح فانيله النادي الاهلي. من الحكام عايزين حقنا وبس. من الجمهور لو سمحتوا، لو سمحتوا احنا لازم ندعم الفريق بتاعنا في الظروف ديت، لازم نبقى وراهم. احنا بنلتمس في بعض الاحيان اعذار، ولكن احنا في الظروف الصعبه دي اتعودنا ان جمهور النادي الاهلي بيبقى معانا اكتر ما احنا كسبانين. فاحنا لازم كلنا، مش مبررات ومش بنغمض عن الاخطاء وما بنقولش ان الفريق كان وحش ولا كان حلو، لا احنا معترفين بكل دوت، ولكن احنا كلنا ورا فرقه النادي الاهلي، كلنا ورا فرقه النادي الاهلي ان شاء الله لحد ما تبقى النتائج فيها استمراريه في الايجابيه باذن الله. تعالوا نروح بقى لزميلنا العزيز كريم احمد، نتعرف منه على اخر اجواء قبل مباراه الاهلي والاتحاد النهارده. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن الكبير، طبعا كابتن ايمن شوقي، برحب بيك في البدايه وكل التحيه طبعا لكل جمهور النادي الاهلي. اخد من كلامك بالتاكيد يا كابتن ايمن مرحله مهمه محتاجه دعم ومسانده وتكاتف من الجميع، واقولهم طبعا جمهور النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي لما بتحس وبيوصل لها الاحساس من الرسائل ومن بعض طبعا الكلام اللي بيكون مع لعيبه النادي الاهلي ان الجمهور في ظهر النادي الاهلي، الامر بيكون مختلف بشكل كبير جدا. زي ما انت قلت مره ثانيه يا كابتن ايمن، تحدي صعب وضغط كبير وضغط رهيب على لعيبه النادي الاهلي، لكن خلاص الامر ده لابد ان احنا نتعامل معاه. وبالفعل اقدر اقول لك لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله النهارده باللي احنا شايفينه وباللي احنا لامسينه واحنا متواجدين، انت عارف يا كابتن ايمن في معسكر فريق النادي الاهلي من اول ما وصلوا هنا الى الاسكندريه حتى هذه اللحظه في تركيز كبير جدا. عايز اكد لك التدريبه الاخيره اللي كانت هنا في الاسكندريه كان واضح الحماس وواضح التركيز وواضح ان لعيبه النادي الاهلي اجتمعت مع بعض واكدت على النقاط المهمه، ان المرحله اللي جايه مهمه جدا، محتاجه انكار ذات كبير ومحتاجه مجهود اكبر ومحتاجه الشخصيه ترجع تاني. الروح اللي انت بتتكلم عليها كابتن ايمن مهمه جدا النهارده، اتكلمت على نقطه يمكن كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيعرفوا ازاي ان هم يوصلوا لعيبتهم للحماس الكبير، لكن لعيبه النادي الاهلي تيشيرت النادي الاهلي مختلف. 90 دقيقه النهارده ان شاء الله بنتمناها تكون من نصيب النادي الاهلي، وده هدفنا وده اكيد الهدف الاسمى لكل اللاعبين. احنا متواجدين يا كابتن ايمن طبعا في استاد الاسكندريه اللي هيستقبل مباراه اليوم، وصلنا بالفعل فريق الاتحاد السكندري وصل، وايضا كمان فريق النادي الاهلي، لكن قبل الوصول كانت محاضره فنيه اخيره لمستر بيتسو موسيماني اللي اكد على بعض النقاط المهمه جدا. البدايه تكون قويه، الثلث الامامي اللي كنت فيه ضغط كبير جدا، اكد على ان الاتحاد السكندري بيلعب على الاطراف، بيحاول ان هو يكون عنده شراسه هجوميه، عنده كوكبه من اللاعبين مميزه كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيعرفوا ان هم يوظفوا هؤلاء اللاعبين، لكن النهارده ان شاء الله المباراه دي تخلص بالروح وتخلص بالقلب، وده اللي احنا عهدنا مع لعيبه النادي الاهلي. كل الامور الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل طيب بالنسبه
الاستعداد بالنسبه للتمرين، عوده اكتر من لاعب سواء على الدكه او في القائمه، ده امر مطمئن بشكل كبير جدا لكل اللعيبه. لسه كمان منتظرين ان احنا يرجع لنا سعد، يرجع لنا معلول، يرجع لنا اجاي، يرجع لنا حمدي فتحي. غيابات بتاثر بشكل كبير جدا مهما كانت الجاهزيه يا كابتن ايمن، وانت كنت احد نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، مهما كانت الجاهزيه لكل اللاعبين لكن الضغط كبير، الريكفري قليل. لكن يا رب ان شاء الله باذن الله النهارده لعيبتنا تكون في قمه تركيزها. مستر بيتسو موسيماني ان شاء الله باذن الله الاختيار التشكيل الامثل النهارده اللي هياخد بيه المباراه، ويا رب يا رب كمان النهارده بقى طاقم التحكيم بالكامل يدينا حقنا في المباراه فقط لا غير. النادي الاهلي لو خد حقه في المباراه ربنا هيكون معاه النهارده، لان احنا بنجتهد بشكل كبير، الجهاز الفني بيجتهد، لعيبتنا بتجتهد. ينقصنا التوفيق ان شاء الله كابتن ايمن باذن الله في مباراه اليوم. كلنا ثقه كبيره في كل اللاعبين، في مجلس الاداره، في الجهاز الفني، على اي قرارات تتخذ مع لعيبه النادي الاهلي، لان في الاخر خالص المصلحه هي النادي الاهلي والنجم هو النادي الاهلي. ان شاء الله النهارده تكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي يوصل بيهم تدريجيا للنقطه 40، وان شاء الله باذن الله يا كابتن ايمن الفتره القادمه تكون كلها انتصارات ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. طب انت طمنتني النهارده على عوده المصابين او عوده جزء من الغائبين، هم جاهزين بنسبه 100% ولا لسه يعني هم داخلين عشان بيبتدوا يدخلوا واحده واحده؟ نقطة هامة جدا يا كابتن أيمن، ودي الحقيقة يمكن ده كان سؤالي أمس قبل ما أشوف محمود متولي في التدريب وفي القائمة، أكدت على هذا الأمر مع طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلة. قلت له هل ممكن نشوف متولي بياخد أجزاء تدريجية من التدريب وممكن يتم الدفع بيه؟ قال محمود متولي جاهز 100% للدفع بيه فنيا في المباراة، طبيا خلاص الأمر بالنسبة له منتهي. على الجانب الآخر كمان أيمن أشرف برجولته بإصراره وبعزيمته الكبيرة أيمن أشرف جاهز لهذه المباراة، لأن إحنا عندنا تحدي كبير وهي مباراة الزمالك. لكن بنتمنى كابتن أيمن النهاردة كمان ما يبقاش في أي تفكير في مباراة الزمالك، تفكير ده فقط يكون في التسعين دقيقة الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري. بدر بنون كمان جاهز بكل قوة، أدى تدريب أكثر من رائع هو وأيمن ومحمود متولي، في حماس واضح يا كابتن أيمن في التدريب الأخير. يا رب إن شاء الله بإذن الله كل دي تكون دوافع النهاردة مع لعيبة النادي الأهلي، 90 دقيقة نقدر بشكل كبير جدا إن إحنا نعمل نتيجة ونعمل أداء اللي بيسعد كل جمهور النادي الأهلي بإذن الله رب العالمين يا كريم. وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي لتحقيق الفوز النهاردة. النهاردة بقى هنروح لحدث مهم جدا، النهاردة ذكرى وفاة الكابتن المايسترو صالح سليم، أستاذ الإدارة الرياضية في مصر، صاحب التاريخ العريق والكبير، صاحب الشخصية القوية اللي كل الناس بتحترمها سواء بتختلف معاه أو بتتفق معاه. كابتن صالح سليم مدرسة للعلامة الإدارية في مصر. كابتن صالح سليم علامة بارزة في الإدارة الرياضية في مصر، علامة بارزة في التاريخ الكروي بشكل عام، من ساعة ما بدأ في النادي الأهلي مع وهو ناشئ لحد ما طلع مع الفريق الأول سنة 48 في مباراة المصري، ويمكن أول مباراة ليه هو أحرز هدف، يعني في أول مباراة ضد المصري هو جاب جول، وحقق بعد كده العديد من الألقاب والألقاب، وبعدين كمان إيه خاض تجربة احتراف بره. يمكن في ناس ما تعرفش الكلام دوت، لا خاض تجربة احتراف بره وبعدين رجع تاني عشان يختتم مسيرته الكروية مع النادي الأهلي. مشواره مع النادي الأهلي ما انتهاش بأنه اعتزل، لا، مشواره ابتدى الإداري بعد ما اعتزل مباشرة، بدأ مشوار جديد عشان يكمل حياته جوه النادي الأهلي. ولو تعرفوا حضراتكم أنا يمكن عشرت الكابتن صالح سليم فترة، ومجموعة من اللعيبة طبعا عشرت الكابتن صالح سليم فترة كبيرة جدا. كابتن صالح سليم كان عنده النادي الأهلي نمرة واحد وبعد كده أي حاجة تاني، إن شاء الله هو حتى مصلحته الشخصية. حتى هو مصلحته الشخصية، يعني دايما الواحد فينا بيبقى مصلحته الشخصية أو القريبين منه على أي حاجة تانية، لا. كابتن صالح كان في الحتة دي، أنا حضرته في أكتر من موقف. كان يقول لي النادي الأهلي أولاً. لا صالح سليم ولا مش عارف مين، لا هو النادي الأهلي بس. أنا حضرته كمان بس كنت صغير في الوقت دوت، كان ليه كاريزما يعني حاجة تشوفه بس كده من غير ما يتكلم. أول ما مسك مدير كورة في النادي الأهلي كان في بداية السبعينات، أنا كنت بتفرج ساعتها على مباراة النادي الأهلي مع المحلة في المحلة، وكابتن صالح كان مدير كورة. يعني تقريبا في معظم الأوقات الجمهور كان بيبص على كابتن صالح ما بيبصش على الماتش. وبعدين بعد ما خلص المنصب مدير الكورة راح عضو مجلس إدارة، وتولى أكثر من دورة بعد كده رئيس للنادي، وكانت ليه مواقف محترمة جدا جدا جدا، حطت العديد من المبادئ اللي اتعلمناها في الأهلي وتعلمها من بعده كل واحد جه في المنصب دوت، وإحنا اتعلمنا منه حاجات كتيرة جدا، وليه مواقف كبيرة جدا عديدة، صنعت شعارات لسه لحد دلوقتي موجودة في قلوب عشاق كل جمهور النادي الأهلي،
هو صاحب الشعار التاريخي ان النادي الاهلي فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع جوه النادي الاهلي يعني. اللي هو يوم بعد يوم بيزيد وبيثبت صحه كلام الكابتن صالح فعلا. محدش يقدر ينسى الموقف التاريخي سنه 85 لما وقف فريق بالكامل وعنده مباراه كاس مصر وكاس مصر بخروج المغلوب. 15 لعيب تمردوا على قرارات النادي وللاسف انا كنت واحد منهم بعترف بغلطي. بس انا حضرت الموقف ده. ولعب بالناشئين قالوا له الزمالك قال له مش مشكله الزمالك مش مشكله ماتش مش مشكله كاس مصر المهم في مبدا انا ماشي عليه وربنا اراد بقى يعني ربنا ان هو يكافئه على اللي حصل ده مش يكسب الزمالك بس لا كسب كمان البطوله وانتصرت في الاخر المبادئ اللي ما يعرفش الكابتن صالح لازم يقرا عن الكابتن صالح القدر كافئه في حاجات كتير جدا 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 الناس كلها كانت بتختلف معاه ان هو ليه بيجي كده يعني انت ليه بتعمل الحق قوي كده يقول لك عشان خاطر النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي تقول له يعني مثلا الموقف بتاع الكاس مصر نقول له طب ما النادي الاهلي هيخسر البطوله يقول لهم لا حتى لو خسر بطوله بس كسب حاجات كتير هو ده الكابتن صالح هو ده الكابتن صالح سليم وفضل مكمل انا افتكر موقف كمان خلي بالكم يمكن سنه 92 كانت النتائج في النادي الاهلي مش ماشيه كويس فالجمعيه العموميه طلبت ان الكابتن صالح يرجع مره تانية وكان خلص خلاص قالوا انه يرجع مره تانية ورجع ولعبنا ساعتها مباراه مع الزمالك في نهائي كاس مصر كنا خسرنا الدوري ولعبنا مباراه مع نادي الزمالك في نهائي كاس مصر 92 وكسبنا 2-1 وانا كنت جبت الجولين الجول الثاني كان جول المكسب بعد المباراه الجمهور كله راح على استاد مختار التتش على النادي الاهلي يحتفل بالبطوله مع اللعيبه كابتن صالح راح قبلهم اول واحد انا كنت واحد من ضمن الناس اللي نزلت في السكه يعني ما كملتش لحد النادي كابتن صالح بعت لي ثاني يوم فروحت واتكلمت معاه قال لي يا ابني انا زعلان منك بص انا فرحان لك باللي حصل امبارح بس انا زعلان من حاجه جمهورك ده ليه حق عليك قلت له مظبوط يا كابتن قال لي وانتوا عارفين وانتوا جايين في الاتوبيس ان جمهور النادي الاهلي جاي الاستاد واتفتح له الملعب علشان يحتفل معاكوا انتوا اللعيبه اللي جبتوا كاس مصر والجمهور كان وراكوا والفترة اللي فاتت دي كانت فترة عصيبة جدا والجمهور ما سابكوش وفضل وراكوا لحد ما ربنا اكرمكم بكاس مصر. انت كان لازم تكون اول واحد مع اللعيبة في موجود في الملعب. ما قدرش اتكلم. انا ما قدرش اتكلم. قال لي انا زعلان منك. اه فرحان لك بس زعلان منك لان جمهورك ليه عليك حق. والحق ده ان كان لازم تيجي بعد المباراة مباشرة على الملعب تحتفلوا مع الجماهير. ده الكابتن صالح سليم. وعظمة الكابتن صالح سليم والمكانة اللي استحقها الكابتن صالح سليم كرئيس نادي وتعلم من بعده مش عايز أقول رؤساء النادي في النادي الأهلي لأن كل رؤساء الأندية كانوا بيحاولوا ياخدوا حتة القيم والمبادئ من النادي الأهلي اللي هو رسخها الكابتن صالح سليم وبعدين الكابتن صالح سليم ربنا كرمه لحد ما وصل لمرحلة استلام جائزة نادي القرن الجائزة الأكبر في أفريقيا واللي جت بجهد وعرق أبناء النادي الأهلي كلهم ومن بينهم الكابتن صالح سليم سواء في الملعب أو في الإدارة وكلنا فاكرين كجمهور نادي الأهلي لما تسلم الجائزة في حفل كبير في جنوب أفريقيا كابتن صالح سليم كمان ترشح على على مقعد رئيس مجلس إدارة لو تفتكر سنة 76 لكن في أول ترشحه ده خسر قدام الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي لكن الكابتن صالح ما يأس في تحقيق احلامه مع النادي الاهلي وترشح مره اخرى بعد كده سنه 80 وبعد كده فضل مكمل لحد ما وصل لسنه 88 المهم احنا طبعا كلنا بنعتز بالكابتن صالح سليم في ذكراه وباذن الله رب العالمين الفتره اللي جايه مبادئ وقيم النادي الاهلي ده جزء من تاريخ النادي الاهلي مش هتتغير كابتن صالح سليم زرعها واللي من بعده فضل مكمل عليها وهو ده النادي الاهلي مش هيتغير النادي الاهلي جه من بعده الكابتن حسن حمدي وبعدين
ربنا رحم كابتن كبير مايسترو صالح سليم بعد عناء مع المرض. فاحنا بنقول للكابتن صالح سليم في ذكرى وفاته يعني اللهم احسن مثواه، وان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يفضل كبير على طول بجميع الرؤساء من بعد الكابتن صالح سليم. تعالوا بقى نتكلم على تشكيل النادي الاهلي النهارده. هيبقى معانا الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال محمود وحيد، الاثنين اللي في القلب بدر بنون وياسر ابراهيم، قدامهم اثنين خط وسط دفاعي عمرو السوليه واليو ديانج، وبعدين ثلاثه اللي قدام الاثنين على الاطراف صلاح محسن وحسين الشحات، وفي وسطهم محمد مجدي قفشه، وقدام مروان محسن. نقولها تاني، الشناوي حراسه المرمى، هاني ناحيه اليمين، محمود وحيد ناحيه الشمال، الاثنين اللي في القلب ياسر ابراهيم وبدر بنون، الاثنين وسط دفاعي عمرو السوليه واليو ديانج، ثلاثي الامامي الوسط الامامي صلاح محسن وحسين الشحات على الاطراف، في الوسط محمد مجدي قفشه ومهاجم وحيد مروان محسن. كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي النهارده، تحقيق الفوز باذن الله. هنروح لفاصل، وبعدين بعد الفاصل هنرجع نستقبل ضيوفنا الكبار النجومنا اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وقبل ما اقدم ضيوفنا بنعزي اسره النادي الاهلي والرياضه المصريه في وفاه السيد محمود بجنيد امين صندوق النادي الاهلي السابق في عصر الكابتن او في عصر رئاسه الكابتن حسن حمدي، وكذلك الكابتن الكبير كابتن مدحت فقوسه لاعب النادي المصري والنادي الاهلي السابق، للفقدين خالص الرحمه والاسره خالص العزاء. كابتن شريف منورنا النهارده. الله يخليك، اهلا بيك كابتن ايمن. اهلا وسهلا بيك. كابتن علاء ميهوب منورنا يا كابتن. كابتن اسامه عرابي منورنا، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. كابتن احمد بلال اهلا وسهلا بيك كابتن منور. سريعا كده، احنا كنا بنتكلم عن ذكرى وفاه الكابتن صالح سليم النهارده، وانا اعرف ان ليك معاه صولات وجولات، ياما خصم منك انت. لا لا لا، كابتن صالح لي وقفات معايا ومحطات كبيره، ولا الف رحمه ونور عليه يا رب. كاريزما لا تعوض، كنت تحس كده ان هو قريب مننا كلنا كلاعيبه كوره، فاهم كل لاعب كويس قوي وفاهم كل حاجه، اما يجي يكلمك او ينصحك او يقول لك اي حاجه في حياه الرياضه نفسها عموما، او حياتك انت الكرويه او حياه اي حد، يعني الكلمه الوحيده اللي انا حاضر افتكرها لك ان انا عشان ما اطولش على بقيه اللعيبه، كان يقول لي حياتك في الكوره هتبقى كده، يعني بتعدي بسرعه قوي. أيوة. لازم تستغلها كويس قوي، وياما نصحنا طبعا وادانا ارشادات كويسه قوي وعلى كل امكانيات كل لاعب فينا. فالف رحمه ونور عليك كابتن صالح. يعني كابتن علاء، كلمه في ذكرى وفاه الكابتن صالح سليم. كابتن صالح من الشخصيات الرياضيه اللي هتفضل عالقه بذان جماهير النادي الاهلي لما شاء الله. طبعا كان زي ما بيقول شريف، كان كاريزما شخصيه من غير ما يتكلم معاك ايمن، تحس ان بيتكلم مع شخصيه عظيمه جدا. كان نادرا لما كنا بنشوفه او نتكلم معاه لما كان رئيس نادي الاهلي، هو عارف يعني ما كانش بيحب يظهر كتير او ما كانش بيحب يتكلم كتير قوي، لكن انا فاكر في بداياتي خالص قال لي كلمه واحده بس، قال لي انت لعيب كويس وخد بالك على نفسك كويس. هي دي الكلمه دي لحد دلوقتي في دماغي، قال لي انت لعيب كويس وخد بالك على نفسك. لكن هو شخصيه طبعا زي ما بيقول شريف، شخصيه كنت تحب تشوفها ايمن من غير ما تتكلم معاها. يعني كان صالح بيجي عليك كده من بعيد، تحس ان في شخصيه ليه هبه كده لوحده من غير ما تتكلم معاه. يعني انت كنت تحب تشوف كابتن صالح. وبعدين هو زي ما بقول لك كان نادر الظهور، يعني كان طول السنه كلها احنا كنا نشوف كابتن صالح مثلا لما تلعب نهائي افريقيا يقعد يتكلم معانا ونفس الكلام، لكن كان نادر الظهور الله يرحمه ويسامحه. كابتن اسامه طبعا انت عاصرت الكابتن صالح فتره كبيره جدا. طبعا الله يرحمه، زي ما الكباتن قالوا من الشخصيات النادره اللي تمر عليك تاثر فيك، يعني كاريزما على قد شخصيته القويه اللي الناس بتشوفها، لما تقرب منه بتلاقيه انسان طيب جدا وظريف جدا. صحيح. وياما لينا طبعا غير حتى النواحي بتاعت الكوره كتير جدا ما كنت بقابله في المكان اللي كان بيقعد فيه مع اصحابه كده، احيانا كتير وانا داخل النادي كنت اروح اسلم عليه واقعد معاه. يعني فشخصية أثرت فينا كلنا ومن الشخصيات اللي ما تتعوضش، زي ما علاء قال وكابتن شريف، إنه
انا برضو سنه 83 في نهائي افريقيا لما خسرنا البطوله هو كان رئيس البعثه ورئيس النادي كتوكو. يعني والله دخل لي بعد الماتش رغم ان احنا خسرانين وقال لي انت هتبقى برضو زي ما قال علاء كده، انت لعيب كويس وكده واحنا كسبناك، ورغم انه كان زعلان جدا ان احنا خسرنا البطوله. مزبوط. فطبعا فضلت في ذهني لغايه لما الواحد بطل، وبعد كده كمان والواحد بقى مساعد مدرب في الفريق الاول وهو موجود، فطبعا شخصيه من الشخصيات اللي نادرا ما تتكرر يعني. ربنا يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. كابتن احمد بلال، كان ليك مواقف مع كابتن صالح سليم لحقته؟ انا طبعا لحقته، يعني هو رئيس النادي الاهلي اكيد يعني. أيوه. ولكن انا سمعت عنه اكتر ما شفته يعني. ايوه. يعني من القلائل او من النوادر انك تلاقي حد مكتمل، يعني تلاقي شخصيه مكتمله فنيا واداريا، يعني يبقى حد فني يعني لاعب كبير جدا جدا جدا، يعني مايسترو، امكانياته وقدراته عاليه جدا، وفي نفس الوقت تلاقي حد اداري قوي الشخصيه وعنده الكاريزما وعنده القياده. الحاجات دي بتبقى قليله في كره القدم يعني. قليله لان المثقفين في الكره قليلين شويه يعني. احنا كلنا طبعا جايين من، مش كلنا، كابتن علاء جاي من حته كبيره فبتبقى من القليل لما تلاقي حد عنده بيجتمع فيه الصفتين، يعني الصفه الفنيه والصفه الاداريه. طبعا كاريزما كبيره جدا 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 جدا. يمكن يوم وفاه المايسترو كابتن صالح سليم، كنا عندنا ماتش في الاتحاد وكنت انا بلعب ولبست تيشرت اللي كان مكتوب عليها كابتن صالح سليم وسجلت هدف، ويمكن انا رفعت التيشيرت دي وكانت ليا ذكرى جميله مع فيهم كابتن صالح. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. تشكيل نادي الاتحاد النهارده هيبقى محمد صبحي لحراسه المرمى. التشكيل جاي كده: هشام صلاح ناحيه اليمين، السيد سالم ناحيه الشمال، في القلب داميون ومحمود رزق، اثنين قلبي دفاع، ثلاثة قدامهم عبد السميع سيمو، مروان عطيه، واحمد نبيل مانجا، قدامهم اثنين خالد الغندور وعمار حمدي، وقدام مهاجم وحيد ايمانويل اوكوي. هو التشكيل جاي كده بالطريقه دي، ولكن اعتقد ان الكابتن حسام ما بيلعبش بالطريقه دي. كابتن شريف، في ضوء تشكيل الفرقتين، طريقه اللعب، وخصوصا ان الفرقتين بعد خساره النادي الاهلي من المحله وبعد خساره نادي الاتحاد نقطتين، وهو كان الاقرب لتحقيق الفوز مباراه سموحه 2-0 وتعادل 2-2 بالظبط، هيبقى الماتش صعب جدا النهارده. هو مما لا شك فيه ان المباراه مهمه جدا بالنسبه للفرقتين يعني، وخاصه بما الظروف اللي انت خارج بيها من خساره مباراتين وتعادل مباراه، و اتحاد اسكندريه عنده من اللعيبه اللي عندها مقاومات كبيره جدا ان تبقاش دي نتائجها كمان يعني. ايوه. اسلوب اللي بيلعب بيه حسام حسن ان هو ساعات بيبقى لاعب ضاغط جدا على الخصم، وبيبقى عايز يفاجئه في اول مباراه ويكون ليه سبق التهديف. واعتقد مع النادي الاهلي او مع الانديه الكبيره بيحب يطول اللعب، يعني بيحب يبقى يقدر في اول 45 دقيقه اذا ما كانش ليه سبق التهديف ما يخش فيه اهداف. وساعات بيلعب مخاطر زي ما لعبنا في اول سيزون، لعبنا بطريقه 3-4-3 يعني، حاول يضغط على الفرقه، وكانت النتيجه كبيره جدا. النادي الاهلي استطاع انه يعمل الثغرات اللي هو عاملها دي ويعمل الكونتر اتاك بطريقه كويسه جدا، وخسر 4-0 اتحاد اسكندريه. النهارده الماضي حاجه والشكل في كل التعاملات حاجه ثانيه، ومباراه اليوم ليها معطيات ثانيه خالص، ليها شكل ثاني خاصه عند لعيب النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي النهارده الروح ثم الروح ثم الروح اهم من اي حاجه، اهم من نقول مين التشكيل، ايه التدوير اللي حصل في الفرقه، ايه التغييرات اللي موجوده. مع حاله المباريات السريعه اللي هي كل 72 ساعه ماتش دي، مش هتقدر تقول للمدرب انت النهارده بتلعب ليه بده، ما بتلعبش بده ليه كده، ما عندكش التساؤل ده، ان كل اللعيبه زي بعض. مباراه الزمالك قلنا الاهلي بيوم حضر ولعبوا بتشكيل وكسبوا المباراه وادوا بشكل هايل، هو ده اللي مطلوب النهارده، مطلوب روح معينه، مفيش ميز باص في الملعب، لعيبه فايقه وحاسه بالملعب كله، نص ملعب على يعني بيقول لك على اجهز الشكل في التعاون مع الاطراف والتعاون مع الشكل الهجومي اللي هو حاطه، لعيبه كلها بتساعد بعض. فعشان الوقت انا مش هوفر يعني، مش هطول عليك واقول لك اكتر من انك انت النهارده محتاج النتيجه قبل كل شيء. النتيجه النهارده هي دي اللي لازم تكون موجوده باذن الله في مباراه اليوم. صحيح. كابتن علاء، ماتش مهم لاستعاده الثقه والانتصارات مره اخرى، والموضوع مش مستحمل انك تخسر كمان نقط دلوقتي. دي حقيقه ايمن، لان كم مباراه سابقه بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره حاجه غريبه او حاجه صعبه شويه. فاعتقد النهارده اللعيبه يعني اللعيبه اكيد حست وصل لها ان ممنوع تفريط في نقاط تاني خالص. صحيح. ممنوع ان يعني حته انك ممنوع التعادل، طبعا كل حاجه بمشيئه ربنا، لكن انا بتكلم على تفكيرك انت او روحك انت، انك خلاص كل مباراه دلوقتي ما فيش حاجه اسمها
تعادل، انا عايز اكسب، ولو قدرت اكسب مكسب باداء مقنع يبقى طبعا حاجه ممتازه. زي ما بقول لك انا دايما جماهير النادي الاهلي بتحب اكيد مكسب ده حاجه مفروغ منها، والاداء. والنهارده بنحتفل بذكرى واحد من مؤسسي انك ازاي يبقى عندك روح النادي الاهلي، وازاي دايما بتلعب على مكسب، وازاي بقى عندك شخصيه كابتن صالح سليم. في دوافع موجوده النهارده عند اللعيبه؟ بص يا ايمن، هو الدافع مش النهارده، اكبر دافع عندك انك لابس تيشيرت النادي الاهلي، ده مش محتاج دوافع. ايوه انت مش محتاج دوافع، مجرد بس ان تلبس تيشيرت النادي الاهلي انت كده عندك كل دوافع اللي موجوده في الدنيا كلها. مش محتاج اكلمك، مش محتاج اقول لك في مكافئات خالص. لعيبه النادي الاهلي يمكن اللعيب الوحيد اللي هو مش محتاج احفزك، مش محتاج اديك دوافع، مش محتاج اقول لك الماتش اللي جاي ده ان شاء الله وكسبت، لا. لعيب النادي الاهلي اول ما لبس التيشيرت ده انت عندك كل دوافع الدنيا، اللي بسبب بسيط جدا ان لو استا كده كام مليون واحد بيتمنوا يلبسوا فريق النادي الاهلي، بيبقى فيه ناس بتلعب في انديه كبيره يتمنوا يلبسوا التيشيرت بتاع النادي الاهلي ده، فده اكبر دافع يا ايمن. وكلنا كده الحمد لله كان لنا الشرف ان احنا انتمينا للنادي ده ولبسنا التيشيرت ده، عشان كده مش محتاجين دوافع. صحيح. دوافع موجوده، بتمنى بس ان شاء الله كابتن شريف قال كلمه ان الاصرار بيبقى من اول ثانيه. مظبوط، هو الروح تبان من اول ما البدايه تبدا يا ايمن، هتعرف النهارده في ايه. صحيح. كره معاك مش معاك انت هتعرف النهارده في، والنهارده انا متفائل ان اكيد الامور تبقى غير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعينك. وسامح هنسالك عن رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي، ولكن نروح فاصل ونرجع نكمل مع نجومنا الكبار. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، كنا بنتكلم على تشكيل النادي الاهلي وشايفين النهارده بعض التغييرات، هيبدا محمود وحيد، هيبدا بدر بنون، هيبدا صلاح محسن، وهيبدا مروان محسن من البدايه. طبيعي في ضغط المباريات دوت انه في ناس تقعد تريح، وكمان في ناس اساسيه لابد انها ترجع. يعني احنا بدر بنون من القوام الفرقه الاساسي، بيأثر في بناء اللعب، بيأثر في بيدي ثقه لخط الظهر كله، يعني من الناس اللي بتدي استحواذ للنادي الاهلي رغم ان هو في الخط الخلفي. فطبعا مهم جدا محمود وحيد، طبيعي ان هو الظهير الايسر الثاني بعد علي معلول. بيكم الماتش اللي فات لعب مضطر، او قبل كده كان بيلعب احمد كوكا، بس برضو واحد زي محمود وحيد لازم يحاول انه يثبت نفسه انه بياخد فرص، لازم يقول انا اهو لازم. صلاح محسن طبيعي انه كنا بنقول في وقت لازم ياخد فرص، فبرضو نفس الشيء اللي بقوله على محمود وحيد، صلاح محسن خد فرصه النهارده لازم يقول انا اهو. مروان مكان شريف، هو طبيعي طبعا ان شريف هو الاساسي، ولكن مستر موسيماني ريحه يمكن من ضغط المباريات، لكن ممكن يبقى ليه دور في في في, في الشوط الثاني، لانه طبعا من اللعيبه المؤثره في فرقه النادي الاهلي. فالتشكيل مناسب جدا، نتمنى الاصرار والروح يبقوا اعلى بكتير من البدايه اللي كانت في مباراه المحله، ونشوف مكسب باذن الله، عشان مهم ان احنا نكسب قبل اللقاء يوم الاثنين مع نادي الزمالك، عشان برضو لما بتكسب بتخش في ثقه معنوية يعني مع روح معنوية باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، الفرقتين بيلعبوا لعب مفتوح، من خلال تشكيل حسام حسن النهارده وتشكيل النادي الاهلي اعتقد ان النادي الاهلي هيلعب ضاغط من قدام. هل كابتن حسام هيفتح خطوطه زي الماتش الاولاني وزي معظم مبارياته ويضغط النادي الاهلي من قدام، ولا هيلعب النهارده بطريقه جديده؟ لا طبعا، يعني كابتن حسام حسن يمكن اكيد اخذ درس من المباراه اللي فاتت. يعني بتلعب النادي الاهلي مهما كان حاله لعيبه النادي الاهلي، ما ينفعش انك تلعب جيم مفتوح وتلعب بالشكل اللي انت لعبت بيه المباراه الاولانيه. المباراه الاولى انت لعبت 3، حسام حسن لعب 3 4 3، وكان عنده مشاكل كبيره جدا من في الجبهتين ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وقدر لعيبه النادي الاهلي يستغلوها، عشان كده خرجت المباراه بنتيجه 4، وكان ممكن تسجل اهداف اكتر من كده بكتير. يعني الاهلي اتيحت له فرص كتيره جدا. النهارده هو عمل تعديل وعنده فكر، انا شايفه ان هو بيشتغل عليه النهارده مع النادي الاهلي. الفكر ان هو النهارده بيقفل بشكل كويس، عايز ياخد النادي الاهلي للشوط الثاني. مريح عنده اثنين من افضل الاثنين المهاجمين الموجودين عنده، اثنين لعيبه اساسيه. طبعا الاثنين لعيبه اساسيه، ده معناه ان هو عايز يروح بالمباراه للتعادل للشوط الثاني، بعد كده يبتدي يستغل او ينزل اللعيبه اللي موجوده بره، رزاق سيسي وفوز الحناوي، اثنين لعيبه عندهم امكانيات وعندهم ثروه وعندهم قدرات عاليه جدا، وعايز يشتغل ده مع النادي الاهلي. في نفس الوقت انت كنادي اهلي لما نيجي نعمل مقارنه ما بين لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الاتحاد، هتلاقي ان لعيبه النادي الاهلي اعلى طبعا بكتير جدا في كل الخطوط، سواء اذا كان الخط الدفاعي او نص ملعب او الخط الهجومي، عندك لعيبه امكانيات وقدرات عاليه جدا. ولكن النهارده اللي بيحكم الامر
الروح القتاليه العاليه اللي في الملعب، السبيريت، لازم يكون عندك روح قتاليه عاليه جدا. النهارده المباراه اللي فاتت برضو الاهلي والمحله، لما تيجي تحط الاسماء وتوزنها مع بعضها هتلاقي كفه الاهلي ارجح فنيا بشكل كبير، لكن قتاليا كانت المحله افضل منك في الملعب قتاليا. النهارده ما ينفعش ندخل المباراه فنيا فقط لا غير، ما ينفعش تخش بالاداء الفني بس. مزبوط. لازم تخش بالاداء الفني والاداء القتالي الرجولي، تخش بشخصيه النادي الاهلي. صحيح. الضغط، الكره المشتركه، الالتحامات كلها. صحيح. تبقى لصالح لعيبه النادي الاهلي، دي بتفرق كتير جدا ايجابيا معاك، وبتفرق سلبا كتير جدا مع الفرقه الثانيه. النهارده لما تلاقي، لما الاتحاد يلاقي لعيبه النادي الاهلي ضاغطين من اول مباراه، كل كره مشتركه انت واخدها، هم اوريدي بينزلوا معنوياتهم بتنزل في الملعب اوتوماتيك على طول، لان خلاص انت الفنيات بالنسبه لك امر طبيعي، انك انت لما تروح ضد واحد لما تشتغل فنيا انت اعلى منه بكتير جدا، انت النادي الاهلي باسمك وامكاناتك وقدراتك، ولكن يعني مطلوب من لعيبه النادي الاهلي التركيز ثم التركيز، الضغط من بدايه المباراه. صحيح. ودي بقى ماتشات احنا بنقول عليها ماتشات اللعيبه داخل الملعب. صح. لازم يبقى فيه كل واحد في مكانه يعرف ان دي عليه مسؤوليه كبيره جدا. صح. النهارده مباراه الروح القتاليه بالنسبه لعيبه النادي. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي لتحقيق الفوز ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.